الإشعاعي للطاقة النووية. لازم نعرف الأول إيه يعني كلمة الطاقة النووية، وبعدين هنتعرف على النشاط الإشعاعي. يعني إيه الطاقة النووية؟ كلمة طاقة نووية معناها إن في طاقة جاية من النواة. طيب إيه هي النواة؟ نفتكر كده من الدروس السابقة إن الذرة بتتكون من حاجتين، نواة، والنواة دي ونواة بتدور حولها إلكترونات. لو أنا جيت بس اتسمت النواة، النواة دي بتبقى فيها جسيمات موجبة الشحنة بتسمى بروتونات، وجسيمات متعادلة الشحنة بتسمى نيوترونات. طبعا عشان كده البروتونات او النيوترونات لها كتلة، عشان كده بنقول تتركز كتلة الذرة في النواة. لو احنا بصينا في النواة هنلاقي ان الجسيمات اللي هي البروتونات طبعا لها شحنة موجبة، ومن قدرة ربنا سبحانه وتعالى لو احنا بصينا ان الموجب والموجب ممكن يحصل ما بينه قوة تنافر، وقوة التنافر دي قد تؤدي إلى انفجار هذه النواة وانفجار العناصر الموجودة في الأرض زي الانفجارات التي تحدث في الشمس، ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى أن هناك قوة تسمى قوة الترابط النووي. قوة الترابط النووي دي بتتغلب على قوة التنافر بين البروتونات ببعضها مع بعضها البعض، وأيضا تربط مكونات النواة ببعضها البعض. يبقى إذا قوة الترابط النووي دي قوة تربط مكونات النواة، وأيضا تتغلب على قوة التنافر بين البروتونات الموجبة وبعضها البعض. هذه القوة هي مصدر القوة الطاقة في النواة، عشان كده بنقول أن النواة تعتبر مخزن الطاقة، تعتبر مخزن الطاقة لوجود الطاقة النووية اللي هي قوة الترابط النووي التي تتغلب على قوة التنافر وتربط بين تتغلب على قوة التنافر بين البروتونات وبعضها البعض وتربط مكونات النواة. طب بس كده؟ لا، في حاجة كمان. يعني إيه النشاط الإشعاعي؟ طبعا النشاط الإشعاعي بيرجع الفضل في اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي عالم فرنسي اسمه هنري بيكوريل. العالم هنري بيكوريل كان بيحتفظ بعنصر اليورانيوم في مكتبه. بعد فترة لاحظ انبعاث إشعاعات غير مرئية تنفذ خلال الأجسام الصلبة. طيب ايه عنصر اليورانيوم؟ ايه اللي فيه طبعا العناصر المستقرة طبعا بيبقى فيها قوة الترابط النووي وهي مستقرة طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى زي المغنيسيوم والحديد والنحاس وهكذا. بينما عنصر اليورانيوم وجد فيه حاجة كمان وهي مصدر النشاط الإشعاعي. ايه هو؟ ايه هو مصدر النشاط الإشعاعي؟ ان عندي حاجة كمان بالإضافة الى قوة الترابط النووي. لو احنا بصينا في عنصر اليورانيوم ان في عدد من البروتونات الموجبة داخل النواة 92، بينما عدد النيوترونات المتعادلة حوالي 146. طبعا 146 يعني اذا هناك طاقة زائدة في هذه الذرة بالاضافة الى قوة الترابط النووي. هذه الطاقة الزائدة تؤدي الى ان هذه العناصر تصبح عناصر غير مستقرة بسبب ما فيها من طاقة زائدة، فيها طاقة زائدة كتير جدا، النواة زحمة، فطبعا لجاي تلجأ الى حالة الاستقرار بتتخلص من هذه الطاقة الزائدة عن طريق انبعاث إشعاعات غير مرئية، يعني أشعة غير مرئية لا ترى بالعين المجردة طبعا للوصول إلى تركيب أكثر استقرار، علشان كده بنسميها العناصر المشعة. يبقى إذا لو أنا جيت عرفت يعني إيه العناصر المشعة، هي عناصر يزيد
فيها عدد النيوترونات عن العدد اللازم لاستقرارها. طيب اما يزيد العدد النيوترونات عن العدد اللازم لاستقرارها هتصبح عناصر غير عناصر مشعه، تبقى عناصر غير مستقره. طيب للوصول الى تركيب استقرار بتلجا للتخلص من هذه الطاقه الزائده فيها. يبقى اذا لما اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على زياده عدد النيوترونات على العدد اللازم لاستقرارها، بتلجا هذه العناصر الى التخلص من هذه الطاقه الزائده في صوره اشعاعات للوصول الى تركيب اكثر استقرار. طيب العناصر دي هل اليورانيوم بس؟ انا عندي كذا عنصر، عندنا في الكتاب حوالي 6 أو 7 عناصر، نذاكر مثلا 4 منهم، منها اليورانيوم، الراديوم، بولونيوم، سيزيوم، معايا 4 والباقيين ممكن نذاكرهم. طيب علشان كده ده بيحصل بدون تدخل الانسان، عشان كده بنسمي الظاهره دي ظاهره النشاط الاشعاعي الطبيعي، لان هي بتحصل من تلقاء نفسها لهذه العناصر المشعه. يبقى اذا عندي اول ظاهره، ظاهره النشاط الاشعاعي الطبيعي. ظاهره النشاط الاشعاعي الطبيعي، كلمه طبيعي يعني من تلقاء نفسها. فعندنا تعريف ظاهرة النشاط الإشعاعي الطبيعي هو عبارة عن تحول تلقائي لأنواع ذرات العناصر المشعة اللي هي فين؟ الموجودة في الطبيعة، للوصول طبعا إلى تركيب أكثر استقرار. يعني ايه تحول تلقائي؟ يعني من تلقاء نفسها بدون تدخل الانسان. العناصر المشعه الموجوده في الطبيعه اللي احنا قلنا عليها من ضمنها عنصر اليورانيوم والريديوم للوصول الى تركيب اكثر استقرار. طيب عندنا طبعا في تدخل الانسان فعمل خد العناصر المشعه دي وعمل فيها بها تفاعلات نوويه، فاصبح نتيجه تدخل الانسان عندنا ظاهره النشاط، ظاهره النشاط الإشعاعي الصناعي. طبعا كده صناعي بقى بتدخل الإنسان. النشاط الإشعاعي الصناعي ده عبارة عن الإشعاع أو الطاقة، طبعا الطاقة النووية الناتجة، الناتجة من إيه؟ التفاعلات النووية. طب التفاعلات النووية هتجرى في حتة؟ هتجرى في المفاعل النووي اللي هي المفاعلات النووية أو القنابل الذرية. يبقى إذا ظاهرة النشاط الإشعاعي الصناعي الثاني هو الإشعاع أو الطاقة النووية الناتجة أو المنطلقة من التفاعلات النووية التي تجرى في المفاعلات النووية أو القنابل الذرية. لو جينا نقول في المفاعلات النووية، يبقى إذا الإنسان هيقدر يتحكم فيها، يزود الطاقة اللي عايزها، يقلل الطاقة اللي عايزها، يشغل المفاعل، يقفل المفاعل. فدي طبعا بتستخدم في الأغراض السلمية، هنتكلم عليها كمان شوية. طبعا في القناة، طبعا القنابل الذرية طبعا هيعمل قنبلة ذرية، إذا لا يمكن التحكم فيها طبعا، ودي طبعا بتستخدم في الأغراض الحربية زي ما أمريكا أسقطت قنبلتين على بلدتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان سنة 1948. نتكلم عن الأغراض السلمية بقى في الطاقة النووية اللي احنا هنستفاد بيها. وبيرجع الفضل كده لازم نقول العالم دكتور علي مصطفى مشرفة. الدكتور علي مصطفى مشرفة ده لازم برضه نبقى عارفين اسمه. دكتور علي مصطفى مشرفة ده عالم مصري كان تلميذ للعالم اينشتاين.
دكتور علي مصطفى مشرفه، دول عالم اينشتاين كان بيقول على الدكتور علي مصطفى مشرفه ان هو من اعظم علماء الفيزياء في العالم. دكتور علي مصطفى كان له ابحاث وتجارب على العناصر المشعه دي، وكان له اخذت هذه الابحاث بتاعته في المفاعلات النوويه، وبنيت على اساسها صناعه القنبله الذريه، لكنه كان بينادي باستخدام هذه الطاقه النوويه في الاغراض السلميه. هناخد بقى دلوقتي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. يبقى إذا بعد ما خدنا اللي هي ظاهرة النشاط الإشعاعي الطبيعي وظاهرة النشاط الإشعاعي، النهارده هنكمل بقى دلوقتي اللي هي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. الاستخدامات السلمية للطاقة النووية دي اللي هي الطاقة النووية اللي هي منطلقة من التفاعلات النووية في المفاعل النووي التي يمكن التحكم في الطاقة الناتجة. عندي 6 استخدامات لازم كلنا نعرفها. اول استخدامات استخدام الاستخدامات السلميه في مجال الطب. اول حاجه في مجال الطب ده اللي هو عباره عن استخدامه في تشخيص وعلاج بعض الامراض مثل مرض السرطان. يعني ايه الكلام ده؟ ان في الانسان لما بيعاني من مرض والعياذ بالله وربنا يعافينا ويعافيكم من مرض زي مرض السرطان، بيروح يتاكد المرض ده موجود في اي جزء، بيروح بيروح يصور اشعه، الاشعه دي بتستخدم في الطاقه النوويه، بتستخدمها الطاقه النوويه عشان يكتشف هذا المرض، ايضا بيستخدم في العلاج. عشان كده لما بنسمع علاج في علاج كيماوي وفي علاج اشعاعي، العلاج الاشعاعي طبعا بكميه محدده لا يؤثر سلبا على صحه الانسان. يبقى في مجال الطب تشخيص وعلاج بعض الامراض مثل مرض السرطان، يعني تشخيص المرض وعلاج هذا المرض. تاني نوع تاني استخدام في مجال توليد الكهرباء. وطبعا في مجال توليد الكهرباء مصر بلدنا من فتره طويله قوي من سنين كتيره كانت بتنادي ببناء محطه نوويه لتوليد الطاقه الكهربائيه في منطقه الضبع. ليه؟ لان انا عندي المفاعل النووي بيكون طبعا جنب منطقه فيها بحر فيها ميه، فطبعا الطاقه النوويه اللي طالعه من المفاعل ده بتؤدي الى او بتعمل على تسخين المياه. المياه دي لما بتسخن لحد درجه الغليان بينطلق منها بخار الماء. بخار المياه المنطلق دوت بيؤدي الى دوران التوربينات وتوليد الطاقه الكهربائيه من المولدات الكهربائيه او المحرك الكهربي اللي احنا كنا واخدينه في الدرس السابق، ان المحرك الكهربي ده بيحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه. فبخار الماء ده طبعا زي بيحرك التوربينات ثم يولد الكهرباء من المولدات الكهربائيه. عندي كمان ثالث استخدام في مجال استكشاف الفضاء. طبعا الصواريخ اللي بتهبوا الفضاء وبتصعد الى سطح القمر بتحتاج طاقه هائله جدا جدا جدا. طب الطاقه دي هتيجي منين؟ كلنا بنشوف الصاروخ وهو طالع كميه الطاقه المنطلقه منه علشان يصعد الى الفضاء، فبيستخدم العناصر المشعه او المواد المشعه كوقود نووي. يبقى اذا في مجال استكشاف الفضاء بيستخدم كوقود نووي في صواريخ الفضاء التي تصعد الى سطح القمر او تستكشف الفضاء. رابع استخدام في مجال الصناعه. في مجال الصناعه بتستخدم طبعا الطاقه النوويه دي في تحويل الرمال الى شرائح سيليكون. طبعا مش اي رمال، بتكون رمال نقيه لها مواصفات معينه، ودي رمال موجوده في سيناء في جمهوريه مصر العربيه في بلدنا. الرمال دي بواسطه الطاقه النوويه بتحول الى شرائح سيليكون. شرائح السيليكون دي بتستخدم في الدوائر الالكترونيه اللي موجوده في بعض الاجهزه الكهربائيه، وطبعا في اجهزه الكمبيوتر او اجهزه الحاسب الالي. خامس استخدام في مجال الزراعه. في مجال الزراعه بتستخدم طبعا في القضاء على الافات الزراعيه.
يعني القضاء على بعض الأمراض الزراعية، طبعاً بكمية مقننة، بكمية بسيطة لا تؤثر على صحة الإنسان، كثير بتستخدم في القضاء على الآفات الزراعية. والحاجة الثانية وتحسين سلالات بعض النباتات. كده خمسة. سادس استخدام اللي هو في مجال التنقيب. في مجال التنقيب ان هو بتستخدم اجهزه معينه بتستخدم هذه الطاقه النوويه في التنقيب عن البترول لاكتشاف ابار البترول. الحاجه الثانيه طبعا التنقيب برضو عن المياه الجوفيه واكتشاف هذه الابار المياه الجوفيه. إذا عندي دلوقتي استخدامات السلمية ست استخدامات، أقولهم تاني كده: في مجال الطب، في مجال توليد الكهرباء، في مجال استكشاف الفضاء، في الصناعة، في الزراعة، في التنقيب. دي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. طبعا احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاستخدامات السلمية لا قدر الله لو حصل انفجار في المفاعل النووي اللي موجود في أي دولة من الدول، أكيد هيطلع غبار ذري، هتطلع عناصر مشعة في الفضاء، وده بيؤدي إلى تلوث للبيئة الموجودة. فإذا زي ما في استخدامات سلمية، أيضا استخدامات حربية في القنابل الذرية. طبعا كمان في كمان لو زادت هذه الكمية طبعا هنحددها، هتؤدي إلى تلوث، والتلوث في الحالة دي هيسمى التلوث الإشعاعي.